السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتكلم لكم عن توزيعة لينكس مينت 13. طبعا ما صار له نازل إلا كم يوم. هذا هو الخبر، طبعا نازله ب وينزداي، طبعا يعني الأربعاء اللي راح كان خليه 18. ما علينا، الجديد بالتوزيع، جديد الموضوع، خلينا نشوف ايش عندنا. طبعا التوزيع زي ما انتم عارفين ان لينكس مينت صارت تستخدم توزيع اسمه السينمون، فاعتقد ان التوزيع راح تكون، طبعا هي الان الار سي ما بعد نزلت 13 رسمية، لكن اعتقد ان الرسمية راح تنزل بشكل سينمون فقط، يعني راح يستغنون عن الجنوم. زي ما انتم شايفين الواجهة راح تنزل بالواجهة نوعين، في ميت وفي سينمون. طبعا الميت معروفة جنوم 2 او فرع من جنوم 2، هذه عشان المستخدمين اللي يحبون يستخدمون الشكل الكلاسيكي، وهذه واجهة السينمون اديشن. طبعا اذا نزلت السينمون راح يجي معها الميت. الجديد بالموضوع ان عندهم ميت 1.2 سينمون 1.4. اللي حاب يتعرف على الواجهة الرابط موجود تحت بالوصف. MDM اعتقد انه واجهة الدخول، ارت ورك امبروفمنت، وهو يعني تطوير الشكل او الشكل الفني للذي سيرش انجنز، وهي محركات البحث. يهمنا بالموضوع الاحتياجات للجهاز، طبعا محتاج اي معالج راح تشتغل عليه. هي الرام زي ما انتم شايفين 512 شغال، وجربت تشتغل محسن ما يكون، لكن يفضل 1 جيجا علشان اذا حاب تشغل اكثر برنامج. الهارد ديسك مطلوب 5 جيجا فقط. الجرافيكس تمام كلش ما عندك مشاكل، وايضا متوافقه مع جرافيكس 800x600، طبعا جرافيكس قديم. ايضا السي دي والدي في دي واليو اس بي كلها متوفره بالتشغيل. التحميل من هنا تختار اللي انت تبي عن طريق التورنت وتحمل. الحين خلونا نشوف الواجهه او نشوف التوزيع، عفوا في شخص يتصل، نشوف التوزيع. طبعا انا حبيت اني اشغله من هنا عشان اشوف التوزيع من بدايه تشغيله لين ما انا اتسكر. طبعا خلصنا من المتصفح، خلصنا من هذا. زي ما انتم شايفين استخدم الواجهه هذه بس عشان اصير سريع الاستخدام، برجع الكي دي ما تخافوش. طبعا التوزيع الحين كتشغيل او ما لاحظت باي مشاكل، زين. وميزه المنتنو تقريبا يعني اقول لكم اياها بصراحه تفوقت حل ابونتو من الاخر، بسبب مشاكل كثير انحلت، بسبب شكله، بسبب قربه المستخدم، كثره البرامج اللي تجي جاهزه معه. نجي ندخل. طبعا زي ما انتم شايفين شاشه الدخول غيروا وحطوا شاشه دخول جديده. ممكن من هنا بعض الاكشنز اللي هي ايقاف تشغيل، إعادة تشغيل، تعليق الجلسة. ممكن من هنا تختار نوع الجلسة أو نوع الواجهة. أيضا من هنا ممكن تختار اللغة اللي حاب تدخل، طبعا هذه اللغات المحملة، ممكن تختار لغات ثانية. للدخول تكتب اسم المستخدم حقك، وهي حركة ما حبيتها أنا، أفضل إنها تطلع أسماء المستخدمين وأضغط على المستخدم وأدخل. دخل رقم سري، ندخل. لاحظت هنا مشكلة ثانية، إنه يمكن عشان التوزيع ما زالت يعني غير مستقرة، لاحظت انه الدخول شوي هنا ياخذ وقت. لاحظوا يعني مقارنة بالواجهات الثانية لا، بسرعة تدخل، او على الاقل يتحرك الواجهة ثم يبدأ يحمل التطبيقات، لكن اعتقد انهم خلوه يحمل بعدين يظهر الواجهة علشان المستخدم يصير جاهز زي ما انتم شايفين. طبعا ويلكم تو لينكس مينت، هذه بجميع توزيعات لينكس يجيك الشاشه هذه، عفوا لينكس مينت فقط. اغلاق زي ما انتم شايفين افتراضيا السينمون. طبعا اللي ما يعرف السينمون تكلمت عنه قبل، وبرضه موجود الرابط تحت. من مميزات السينمون على السريع بس انه اخذت مميزات جنوم 3 شل، جنوم 3 وجنوم شل مع بعض، يعني اعطتك الزين وتركوا اللي مو بزين البعيد. خلينا نشوف بعض الاشياء اللي جايه مع التوزيع. طبعا الغريب بالموضوع انه بالعاده لينكس مينت ما تجيب الا خلفيتين ثلاث، وهي هذه الخلفيات، لكن هالمره فعلا في اشياء حلوه. يعني عن نفسي انا انبسطت بالتوزيع، افكر انتقل له. طبعا اذا احنا حلت مشكله الصوت، ما ادري اذا محلوه ولا لا، عندي مشكله بالصوت طبعا، وتبقى هي توزيعتي المفضله، اول توزيع استخدمته بلينكس زي ما انتم شايفين. خلينا ناخذ مثلا الخلفيه هذه، وش ده؟ حكمات ذي؟ لا ما نبي حكمات. اوكي. طيب هذا بالنسبة للاعدادات سطح المكتب. في ايضا من هنا زي تكلمت عنه قبل اللي هي الاعدادات، ممكن تدخل من هنا اعدادات السينمون مباشرة. زي ما انتم شايفين الشكل، زي اعتقد انهم
كواجهه سينمن اعتقد انه افضل الان من ناحيه شكله، الالوان صارت دقيقه اكثر من قبل واوضح. البرامج اللي تجي معه زي ما احنا شايفين كالعاده ما في جديد، جرافيكس ما ادري عن الجنب هل هو جت ستار جديد ولا قديمه. الجنب يستخدمون جنب 2.6 طبعا نزل 2.8 في طريقه معينه ممكن نزل الجنب عليه. ايش بعد؟ بالانترنت ما في جديد نفس العاده، الاوفيس نفس العاده، تقريبا هذا اللي عندنا. بس خلاص هذه خلص نسكره. طبعا يهمنا بالموضوع انك تحمل التوزيع وتجرب، اذا كنت مستخدمين ابونتو فانا انصحك تستخدم لينكس مينت لانه افضل من ابونتو على وجهه نظر، من ناحيه شكله، من ناحيه سرعه الاداء او التجاوب مع المستخدم، انه وفرت كل احتياجاتك بدون ما انك تحمل اشياء كثيره مثل ابونتو. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.